مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. هذه قناة عمان الثقافية، نحييكم ونقدم لكم أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. الإشاعات ضرر يهدد المجتمع ويزيد من انتشار المعلومات المغلوطة. السلطنة تواكب التطورات العالمية في التعامل مع فيروس كورونا للحد من انتشاره. أهلا بكم إلى التفاصيل. الإشاعات ضرر يهدد المجتمع ويزيد من انتشار المعلومات المغلوطة بفترة الأزمات، وقد كثرت بما صاحبها من سلبيات في العوالم الافتراضية ليمتد تأثيرها إلى الواقع، إلا أن حسابات المؤسسات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كانت بالمرصاد، ترجمة لقرارات اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تطورات الفيروس والجهات المعنية ومنها القضائية لمكافحة هذه الشائعات البعيدة عن الواقع. الله أكبر، الله أكبر. مساجد تعالت أصواتها الله أكبر بلا مصلين، ومؤسسات أغلقت أبوابها، وحظر تجوال طال العديد من الدول، وعزل لمدن كانت قبل أشهر تضج بالحياة. كورونا، الفيروس الخفي الذي غزا العالم، بدل تفاصيل الحياة أخذا إياها إلى مسارات لا يمكن التكهن بما ستكون عليه. إلى تفادي ما شهدته الكثير من الدول، عملت السلطنة على تشديد إجراءاتها، ودعت الجميع إلى إعادة ترتيب الأولويات لتبقى سلامة الجميع أولها، ودعوة التباعد الاجتماعي تؤتي أكلها. أرقام إصابات تحت السيطرة وتجاوب مجتمعي من شأنه أن يمنح المؤسسات الصحية وقتا أطول للتعامل مع كل حالة مرضية. أحداث هي الأدهى للأهدى تعيشها مدن العالم، وبين وعي مجتمعي محلي سارت الكثير من الإشاعات التي يجهل مروجوها حجم الثمن لمعلومات مغلوطة لا يحتملها الوضع الراهن. قلة تنصلت من مسؤوليتها تجاه المجتمع، فكان واجبا تصحيح المسار بالنفي الأكيد المطمئن وبإجراءات قضائية صارمة لا تتهاون فيما يمس أمن المجتمع وسلامته. المعلومات المغلوطة حضرت بما صاحبها من سلبية وتجيش في العوالم الافتراضية ليمتد تأثيرها إلى الواقع، إلا أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة كانت بالمرصاد، مؤكدة على الدور التوجيهي للجنة العليا المكلفة بمتابعة تطورات الفيروس للحيلولة دون انتشار إشاعات أو أفكار تؤجج الموقف أو تعطي رأياً بعيداً عن الواقع. ظهر الحزم فغلظت العقوبات، وجاء المرسوم السامي رقم 32 على 2020 بتعديل عقوبات بعض أحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية لترى المعلومة طريقها دون نقصان أو تأويل، حيث نص المرسوم على معاقبة كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض معد بالسجن وبغرامة مالية. بيان رسمي من الادعاء العام بشأن الجرائم المرتكبة والمتعلقة بانتشار جائحة كورونا 19 أكد فيه ضبط أشخاص والتحقيق معهم وحبسهم احتياطيا وسجنا وغرامة، كما أصدر مذكرات بإلقاء القبض على مخالفين لإجراءات العزل المنزلي. للإشاعات وما للفيروس من احترازات، وجب على الجميع بالابتعاد أمتارا واسعة وتجنب شرها وتداعياتها، بغسل الفكر بمعلومات صحيحة دقيقة وتعقيم الذهن مما يأتي من هنا وهناك في سبيل الخروج من هذه الأزمة بجسم سليم معافى وفكر ناضج واع. واكبت السلطنة التطورات العالمية في التعامل مع فيروس كورونا للحد من انتشاره من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية، ومنها توعية المواطنين من مخاطره وتركيز الجهود على كافة المنافذ. ومنذ الأيام الأولى لاكتشاف حالات الإصابة واكبت السلطنة هذا التحدي
خاصة بعد الإعلان عن الأمر السامي لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بتشكيل اللجنة العليا ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. منذ الوهلة الأولى تنبهت السلطنة مع سيل أخبار انتشار فيروس كورونا من الصين وبالتحديد من ووهان، فبدأت إعداد العدة في وقت مبكر، والفيروس يثير القلق وهو يتخطى الحدود غير معترف بالجغرافيا، في حين وزارة الصحة بدأت باتخاذ الإجراءات من توعية للمواطنين، والمنافذ برا وبحرا وجوا تترصد عن كثب المسافرين. ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، إصابتان قادمتان من إيران، ودواليك تزداد الحالات، فتأتي الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم بتشكيل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. خطوات متدرجة انتهجتها السلطنة بناء على الأدلة العلمية الواقعية وتطور الأحداث على الميدان، فأوقفت الرحلات من الدول الموبوءة مع ازدياد الحالات، وعلقت الدراسة، ومنعت التجمعات أيا كان نوعها، ووقفت الصلاة في المساجد. تلا قرار من اللجنة العليا بإغلاق الأسواق باستثناء التموينية وغيرها من القرارات التي تخفف من حدة انتشار الجائحة، في وقت بدأت فيه عودة الطلاب المبتعثين في الخارج وغيرهم من المسافرين، فكان التوجه إلى عزلهم مؤسسيا مع تطورات الجائحة بعد أن كان عزلا منزليا كإجراء احترازي. أيام تجري ويترأس جلالة السلطان المعظم اللجنة العليا مطلعا على الجهود المبذولة، فيأمر جلالته بإنشاء صندوق خاص للتعامل مع الجائحة، ويده البيضاء تتبرع ب10 ملايين ريال عماني، مؤكدا جلالته على تعاون أبناء الوطن والمقيمين على أرض عمان الطيبة، وبدأت تتدفق التبرعات من مؤسسات الدولة والتجار. أبناء الوطن في ساحة مكافحة الفيروس، فالعمل في مستشفيات السلطنة لا يهدأ ليل نهار، يعملون خارج إطار الساعات المعتادة، وفي مختبرات الصحة العامة المركزية يواجهون كورونا مباشرة، يتأسفون كلما كانت العينة إيجابية، إصابة جديدة تسجل فتعلن، وفي العناية المركزة مصابون بالفيروس في عناية الله وأيدي فريق طبي متخصص. من جانب آخر، قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية في الواجهة، فالجيش السلطاني العماني يسخر خدماته الطبية، وطائرات سلاح الجو السلطاني العماني تحلق لجلب أجهزة صحية تعزز الملحمة الطبية، وأفلاك البحرية السلطانية العمانية تعبر عباب البحر ناقلة مشتقات الذهب الأسود إلى محافظة مسندم، في وقت يتواصل فيه عمل الأجهزة الشرطية ليل نهار وفي مختلف محافظات السلطنة، توفيرا للسلامة والأمن والأمان. المشهد تغير، ازدادت الحالات، فما كان من اللجنة العليا إلا اتخاذ إجراء بإحكام التنقل بين المحافظات، وعزلت الولاية العريقة مطرح التي تشهد بؤرا للفيروس إلا من إمدادات الأغذية التي لن تتوقف عن الولاية، ولن يوجد هناك نقص على مستوى الوطن، فالموانئ تعمل بأقصى قدراتها والناقل الوطني يحلق. التماسك الوطني في أبهى حلة، والدولة تراهن على وعي المواطن والمقيم حتى تتلاشى هذه الجائحة وتكون الأرض بسلام. خبر الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. جولة حثيثة للجان الصحية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 في جميع محافظات السلطنة وخصوصا في جنوب الشرقية. We'll be right back.
عدم الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا يعرضك للخطر والمساءلة القانونية. حافظ على صحتك. أهلا بكم مجددا. ودعت الساحة الأدبية في سلطنة الكاتب والشاعر العماني مبارك بن محمد العامري الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الأحد بعد فترة صراع طويلة مع المرض. وقدم مبارك العامري عطاءات كبيرة لساحة الأدبية في سلطنة، وقد عرف كاتبا وشاعرا وناقدا بل وصحفيا في بدايات عصر النهضة، وله العديد من الإصدارات الأدبية، منها ديوان شعري بعنوان بسالة الغرقى، وكتاب أدبي بعنوان شارع الفراهيدي، والعديد من الإصدارات والنصوص الأدبية. جهود حثيثة تبذلها اللجان الصحية في محافظة جنوب الشرقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، وتدعو اللجان كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين للبقاء في منازلهم لضمان عدم انتشار الفيروس. حالة من الهلع اجتاحت العالم مع أول إنذار بظهور فيروس كورونا كوفيد-19، ما دعا وزارة الصحة بالسلطنة إلى العمل بأسرع ما يمكن للحد من انتشار الفيروس، حيث شكلت الوزارة غرفة العمليات والتي تركز جهودها الحثيثة على توفير كامل المعلومات والبيانات الخاصة بالمصابين والمتعافين من فيروس كورونا، ومتابعة آلية عمل اللجان، ورصد الحالات المشتبه بها للحد من سرعة انتشار الفيروس، والتأكد من جاهزية المرافق الصحية. في جهود كثيرة تبذل في المؤسسات الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة العاملين، بحيث أن يكون يتم التعامل الصحيح مع الحالات المشتبه بها، اكتشاف المبكر لهذه الحالات مباشرة، أيضا التشديد على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى في كل المؤسسات الصحية. تم رفع جاهزية كافة المستشفيات في المحافظة مع التركيز على مستشفى صور وتخصيص أجنحة للعزل وتزويدها بكافة الأجهزة. جائحة كورونا أبرزت تعاون الجهات واللجان بأشكالها المختلفة، ليأخذ المواطن دور التوعية تحت إشراف فنيين من مدينة صور الصحية، وبالتعاون مع الكوادر الصحية تعمل على زيادة الوعي بضرورة أخذ الحذر والتعامل مع كوفيد-19 تعاملاً جاداً. عندنا لجنة التغسل الوبائي، وهذه اللجنة متخصصة في التغسل الوبائي، طبعاً تتكون من مراقبين صحيين وتعبية استمارات، طبعا بالإضافة إلى الأخوات اللي هم الممرضين والممرضات، طبعا يقوموا بعملية تعبية استمارات مع الأخوان اللي عايدين من السفر من خارج السلطنة، وتسأل لهم بعض الأسئلة التي وضعتها وزارة الصحة. وكما يتضمن دور اللجان التابعة لوزارة الصحة كقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة في ضمان الجاهزية للاستجابة الطبية خلال حالات الطوارئ، ومواصلة زيارة الأفراد المعزولين بالعزل المؤسسي والمنزلي لضمان سلامتهم بشكل دوري وضمان توفر سبل الراحة في العزل. أعداد كبيرة قد تماثلت للشفاء بالسلطنة، ما يشير إلى مدى تعاون اللجان الصحية بالمحافظة مع وزارة الصحة للقضاء على فيروس كورونا المستجد. احرص على التباعد الاجتماعي واتباع الإرشادات الصحية. من ولاية صور محافظة جنوب الشرقية، أروى بن جمعة العلوية. قبل ختام نشرتنا الثقافية، هذه عادة لأبرز العناوين. الإشاعات ضرر يهدد المجتمع ويزيد من انتشار المعلومات المغلوطة. السلطنة تواكب التطورات العالمية في التعامل مع فيروس كورونا للحد من انتشاره. نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار الثقافة. تأكدوا أن التباعد الاجتماعي واحد من الأساليب الناجحة للحد من انتشار فيروس كورونا، لذلك البقاء في بيوتكم واجب وطني. كونوا بخير.